اوكي، مش عارفه ابتدي منين الحقيقه، بس ناس كتيره جدا عارفه ان انا لما الاقي حاجه حلوه في مصر لازم اتكلم عنها، ويوجوالي ما بتكلمش على حاجات كتيره لان على طول بيبقى عندي كويستشن مارك او عندي كومنت مش لطيف لازم يتحسن، خصوصا ان احنا عندنا عيوب كتيره في النظافه وفي السيرفيس وفي الضمير وفي مهم. تو كات ات شورت، من ساعه ما جيت عند دكتور مصطفى وانا في الاول طبعا كان الامبريشن فيه انبهار من النظافه ومن الذوق اللي معموله بيه الكلينيك بتاعته، وكنت متخيله ان انا هشوف بقى حد شعر ابيض بقى وكبير واخد تجارب السنين وجاي يطبقها في عيادته، وفاجئ بشاب صغير جدا وزي القمر شكلا وموضوعا وتربيه كما في الاخلاق، ومش عارفه ازاي في الجيل ده ومتربي التربيه دي الحقيقه. قلت ابتديت اقلق ان الموضوع بقى عشان نبتدي بقى ايه نسخن بقى بشهره ومش شهره في سن صغير، ويجري الصغيرين في الشهره بيتعموا بقله جوده شغلهم. لقيت الموضوع في حته تانيه خالص، حد عاشق لهذه المهنه وبيفن فيها، فهو بالنسبه لي مش دنتست قد ما هو ارتست ان دنتستري. مبسوطه قوي انه ابن بلدي وانه في بلدي وبالنظافه وبالكواليتي وبالضمير ده. يا رب دايما ويدمها عليك نعمه وتبقى من اقوى دكاتره الدنتس اللي في العالم مش في مصر بس. ثانك يو دكتور مصطفى.